عاود اشوف حكم لي سير ارجع شويه لورا ديما كودين الاول انتما كتعرفوا كي داير واجتهدوا ماشي احنا هذا باش ما تسمحوش بلاصتكم داير غير ماتش والان بتعطي الكلمه السيد عامل الاقليم مكناس السي عبد الغني الصبار الرجل الذي رسم معالم هذا الصعود منذ البداية منذ 8 سنوات وتكلل هذا الصعود بالنجاح في هذه السنة نظرا لتواجد إرادة سياسية وإرادة جماهيرية كذلك ورجالات الذين وقفوا من أجل أن يرجع الكودين إلى البيت الأصلي ديالو اللي هو القسم الاحترافي الأول لكم الكلمة السيدة عامل ساكن ديال مكناس على الصعود القسمي والوطن العربي وفي الحقيقه هذا الصعود ما جاش غير من فراغ اولا جهود ديال الفريق جهود ديال المجالس المنتخبه اللي كانت تتعامل مجموعه ديال الفاعلين كان حلم اللي تيراود هاد السنين كلها المحبين ديال الفريق الغيورين على الفريق كان دائما في اتصالات ماشي غير في داخل العمل ديال الكناس ولكن حتى في اقاليم ديال الاكاديميه اللي عندهم معرفه بالقضيه والتاريخ ديالها وتيعرفوا الكناس تيعرفوا العلاقه ديال الكناس كلهم كانوا حريصين على انه هذا الفريق يطلع للقسم الاول كلهم ما تيتقبلوش تجيهم بحال كانه نشاز انه هذا الفريق يبقى ضمن الهواس اذا هذا كان حلم كان في هذا الحال الناس اللي كانوا يلعبوا اما في الفريق او تعرفوا الفريق او واكبوا الفريق لمده سنوات كلهم تذكروا الامجاد اللي عرفها هذا الفريق اذا حنا في هذا الحال كسلطات اقليميه القطاع الرياضي بصفه عامه ماشي غريب علينا تيدخل الاهتمام ديال الدوله سيدنا الله ينصروا الحكومة والقائمين على الشأن كامل لأنه الرياضة شتو الأهمية اللي تعطي سيدنا الرياضة والدليل راه هضر عليها السي حسن الحمادي هضر عليها الإخوان التتويج الحمد لله ديال الفريق ديالنا ولا البنية التحتية اللي جات في المغرب ولا البطولات ولا الاستضافة اللي غا المغرب غادي يصطاد في كأس العالم إذا هادشي ما جاش من الفراغ اذا كاين السياسه ميه ديال سيدنا الله ينصرو وبطبيعه الحال حنا كسلطات ترابيه ما كناش صامدين الاذان انا كنذكر بحال جيت 2016 ابريل جا عندي سي بلمح قال لي اودي راه خصنا واحد القسم من الفريق غادي ينزل للهواد اشنو اللي خاص قال لك خاص واحد 100000 درهم باش نعاون ما تنعرف حد ديك الساعه يلاه جيت باقي الاسبوع الاول باش جيت
عيط الاخوان ما يشوفوا شي حد اللي ما تعرفوا من الفاعلين، لا بالفعل شافوا جوج بلا ما ندخلوا السميه ديالهم، ولكن كان مكان الفريق. اذا عشنا مشى القسم الهواد، اذا هاد السنوات كلها بحال كان هاد التدبير، كل مره تغيير في المكاتب كان دائما الطموح. الحمد لله دونك المكتب، لا المكتب السابق ولا المكتب الحالي، دار واحد المجهود، ولكن ماشي تنقولها مجامله مع السي تعرض، واخا راه هو شويه عنده نيرف شويه، غير تيخاف غير تيقول لك انا وقع مشكل غادي نمشي غادي ندير غادي عنده دائما تنشدوه. دونك هذا الحلم كان دائما تيراود، ولكن الحمد لله عنده واحد الحنكه، والاخوان كلهم ديال المكتب بدون من كاين فيهم اللي تنعرف كاين اللي ما تنعرفش او تنعرف من بعيد، وكان الطموح ولكن المسانده، وهو الناس ديال الناس هما اللي كانوا واضعين علينا على كتافنا لانه الفريق الصيفي، وتتشوف بانه هذه المسؤوليه. اذا الطلع ديال القسم ماشي جا من فراغ، وهو حق يوازي عدد ديال الرقي في القطاعات اللي الحمد لله عمل ديال المكناس اللي دارتها المكناس راه مشات في الصناعه، الحمد لله عندنا الرقي على اللي تيخدموا في القطاع الصناعي 42,000 وحدات صناعيه اللي هي لاغرونيمونتير في الكابلا التكستيل، وعندنا في الخدمات 101,000. اذا هناك الحمد لله واحد التنميه شامله، لان السياسه ديال سيدنا الله ينصره ديال الحكومه جات على انه مكناس الموقع ديالها والتاريخ ديالها والناس ديالها اللي تخدم سان باسان دومبلو. اذا الحمد لله كاين واحد المسؤول اللي هي عندنا 100 سنتيم اللي ديال لا باس سالاريال اللي تتمشي على فريق لاسينيس. اذا الحمد لله مكناس التاريخ ديالها العريق، لانه 57 عام ديال الحكم ديال السلطان مولاي اسماعيل، الحمد لله خدنا واحد المدينه اللي هي من الناحيه التراثيه من الناحيه التاريخيه اللي غادي تكون جذب وقطب سياحي الحمد لله، وعندها مستقبل لانه كاين قطاعات واعده ديال الفلاحه ديال الصناعه ديال السياحه. اذا وعندنا الحمد لله القطاع الاجتماعي، مكناس غادي في عدد ديال القطاعات، لا ديال الصحه ولا ديال الرياضه. اذا هذا باش نقول انه الرياضه ما جاتش بمعزل على تنميه جميع القطاعات، هذا هو اللي تنقول. عندي خايف غونازو 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 قالك خايف لا تبيعوا الكابون ولا شي حاجه. انا جبتك واحد اخر، انا ما تخافش، انا جبتك واحد اخر. تبارك الله قطع الغير موجود في الحياه ديال البياس موجود. مو جو سي ايفواريان ايفواريان معكم والله واش كيشبه ليا ولا لا، ديما كيشبه ليا التصفيقات حارة عليهم. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce et l'honneur d'être là, présent vous, en réalisant ce projet qu'elle a monté. Donc vraiment, je vous dis merci. Étant un acteur, je tiens à remercier ici le premier responsable de la ville, honorable monsieur le maire, qui a toujours soutenu cette équipe-là à travers l'instance dirigeance du CODEM. Vraiment, je lui dis merci. Pour son colossal travail qu'il a abattu durant ces 2 ans que j'ai passé ici, je tiens à remercier l'honorable monsieur le maire présent ici présentement. À ma modeste personne, je n'ai rien. Pour ma modeste personne, je n'ai rien à lui offrir, si ce n'est que la tenue que j'ai portée durant les 2 ans et qui m'a permis d'obtenir cette promotion. Et cette tenue, elle est là, je vais lui offrir devant tout le monde, ici, à monsieur le maire, l'honorable. شكرا. شكرا.
سي عبد العالي عبد العالي السباط تفضل معنا. شكرا سيد عامل، شكرا غنازو. هذا التذكار سيقدم من طرف السيد عامل الى السيد الرئيس، وتحية لهم جوج. بدكم تصفقوا لي بحرارة على السيد المدرب، مدرب فريق النادي المكناسي، المايسترو، المخطط، المدرب الذي يزاوج بين الإعداد البدني والنفسي والتكتيكي. أنا بغيت نسولك السيد المدير، الله يعطيك الخير السيد المدرب، كيفاش كنتي باص ديك السلطة ديالك وداك الانضباط داخل الفريق؟ الحمد لله، يعني كان عندنا يعني لاعبين ممتازين ولاعبين ولاد الناس، يعني هما اللي كانوا كيساعدونا بزاف باش يعني نحققوا هذاك لا ديسيبلين وهذاك الانضباط اللي كيكون في الملعب. والحمد لله كنجيريو معاهم باش الامور تمشي مزيان. كنشكرهم على الصبر ديالهم معايا لانني كنقاسم شويه في العمل، ولكن الحمد لله استطعنا وبفضل الله سبحانه وبفضل السيد العامل وبفضل السلطات وبفضل السيد الرئيس واللاعبين الرجال الاطقم التقنيه والتربيه والاداريه باش يعني هذه السنه هذه نخلقوا واحد يعني فرجه يعني فرحه داخل نفوس المكناسيين. والحمد لله هذا بفضل الله سبحانه. كنشكروا جميع من ساهم في هذا الانجاز هذا اللي غيبقى راسخ في التاريخ ديالنا وديال جميع المكناسيين. شكرا. شكرا. هناك تذكار اخر غادي يقدمه السيد عميل السيد المدرب. تبارك الله عليك. ديالك مع الصعود ديال النادي المكناسي. نعم، الشعور ديالي هو انه كأي مواطن وكأي مسؤول رياضي، وانا عضو جامعي في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، رئيس اللجنه البنيه التحتيه، جد مسرور وفرحان بالنادي المكناسي للحضور معهم في الحفل ديال الصعود، وكذلك نشرفوا على الملعب الشرفي، على التجهيز ديالو، الارضيه ديالو، الحش الطبيعي، المدرجات كلهم غادي يكونوا بالكراسي ومدرجات جداد، كذلك لي فيستير غادي يكونوا جداد، المرافق العموميه، وكذلك الاناره العموميه اللي غادي تكون في المستوى العالي باش يلعبوا فيها في القسم الوطني الاول. كذلك انه قدموا لنا طلب اليوم، وراه غادي يصيفطوه للسيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، هو اللي مشرف على هذا القطاع باش يكون عندهم ملعب ديال التدريب. اذا الجامعه منخرطه معاهم وفرحانين بهم، هما فرحانين وحنا جد مسرورين بهم وكنواكبوهم بالمواكبه وحضرنا معاهم وهذا الحفل رائع. وكنشكر اللعابه والاطر التقنيه ولا المكتب المسير ولا السيد العامل ولا المنتخبون على الجهه، رئيس الجهه، رئيس المجلس الاقليمي، رئيس الجماعه، رئيس رؤساء الجامعات والعمده المدينه ورجال الاعمال ورجال المدينه. انا تفاجات بهم، جبرت الناس اللي دعموا النادي المكناسي وعطاو اكثر من 5 مليون درهم جوج مرات او ثلاثه. هذا فخر واعتزاز برجال الاعمال المدينة، يعني كيهتموا بالقطاع الرياضي، وهذا مشروع ملكي اللي كيعطيه الدعم الكبير، وخصو يكون الفرحة الساكنة بمكناس عن طريق الرياضة، وإن شاء الله جميع الرياضات كتحظى بالدعم الكامل من مدينة مكناس. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.